حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين الأستاذ عبد اللطيف وهبي وزير العدل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مرحبا بك. الأستاذان الكريمان المشاركان في إطراء هذا اللقاء الفكري، الأستاذ عبد السلام طويل أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، مرحبا. الأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي كاتب وباحث في الفكر الإسلامي، مرحبا. مرحبا بكما ومرحبا بالحضور الكريم، كل واحدة وواحد باسمه وصفته. يسعدني بداية باسم مؤسسة الفقيه التطواني التي أتشرف برئاستها، ونحن على مشارف عيد الفطر المبارك وفي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم وفي أجواء ليلة القدر، أن أبارك لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله شهر الصيام ويوم العيد، وللشعب المغربي داعيا الله عز وجل أن تسود بيننا دائما نظرة المحبة ونظرة الإخاء ونظرة الاعتزاز ومحبة هذا الوطن، ومن كل هذه النظرات تستوي لنا النظرة إلى الحياة وإلى العالم. ضيف المؤسسة، مرحبا بك مجددا، فالأستاذ وهبي وجه مألوف وصديق لهذه المؤسسة، ما تردد يوما في حضور جلساتها كما لم يتردد في كل فرصة مواتية من أن يبادر بالرغبة في حضور إحدى حلقاتها. اسمح لي الأستاذ وهبي أن أشيد بهذه المبادرة التي كنت صاحبها والداعي إليها، وأخترت لها عنوانا أعتبره مبادرة وخطوة مهمة نحو الإبداع. لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله، بين الدلالة الشرعية والتوظيف الإيديولوجي، فإنك بهذه المبادرة النوعية تساهم في إطراء النقاش العمومي وتحفيزه من خلال القراءة والتأويل والتفاعل. نحن في حاجة اليوم إلى هذا النقاش، وفي حاجة أن نملأ الساحة بمضمون ومعنى وبجرأة تؤهلنا الخروج من المألوفات والقوالب الجاهزة التي تعفينا من التفكير. وكم يتساءل العديد كما يتساءل العديد من المفكرين المسلمين في عالمنا اليوم حول واقع العالم الذي نعيشه، مسجلين بكونه ليس من صناعتنا، لا فلسفيا ولا معرفيا ولا تكنولوجيا، وعن واقع الإنتاج المعرفي الذي في نظرهم انقطع منذ 6 قرون. فالحاجة تدعو إلى تفاعل عبقرية الإنسان مع المحيط، وأن نتحول من حامل علم فقط بل إلى منتجيه. نعم، أنا أتساءل ضمن العديد من الناس حول مدى قيمة التدافع الفكري والقيمي والاجتماعي عموما حول قضايا حقوق والحريات والحداثة، ما لم يؤطرها الاستعمال العمومي للعقل الذي يشكل شرط وجود نقاش من هذا القبيل. أعود إلى عنوان هذه الندوة التي توحي في المقطع الأول منها إلى منطوق ملكي سامي تؤطره نصوص قرآنية قطعية، فيما يشكل المقطع الثاني طابعا سجاليا، وليكن كذلك. نحن نريد من هذه الندوة الفكرية مناقشة الشيء العمومي بعقل منفتح، مستبعدين منذ البداية القول بكون قضايانا الكبرى محسومة حتى قبل أن نطرحها للتفكير. الأستاذ عبد اللطيف وهبي يطرح للنقاش بأسلوبه الخاص موضوعاً مجتمعياً على قدر كبير من الأهمية، متحرراً فيما يبدو من صفته الرسمية كوزير للعدل كما جاء على لسانه خلال اللقاء الفكري الأخير، ولكن بصفاته النضالية والحقوقية والنقدية، وليكن كذلك. وندعوه الآن إلى تناول الكلام بصفته عبد اللطيف وهبي الإنسان الذي نعرفه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صديق تطواني رئيس المؤسسة. أريد أولا قبل أن أشكركم على هذه الاستضافة، وأريد أن أشكركم على الكلمة التي حبوتموني إياها. فعلا يجب أن نحب هذا الوطن، ولكن هذا الشيء بدا كيطيح. أن نحب هذا الوطن يعني أن نناقش وأن نعبر عن رأينا وأن تكون لنا قراءات نقدية لكل شيء. الأوطان تتطور حينما يكون هناك نقاش جدي وموضوعي يساهم في بناء تصورات وأفكار تساعد على تطور هذا المجتمع وتطور هذا البلد. إنكم تساهمون في هذا النقاش، بل تقومون ببنائه، وهذه مسألة أعتقد أنها إيجابية جدا. وأقرب الأشياء إلى قلبي هي هذه اللقاءات، رغم أني وزير العدل، ولكن لو كان قلبي بيدي ما اخترت غيركم، ولكن يهوى من يعذبه ووزارة العدل تعذب. أيتها السيدات، أيها السادة الكرام، أود في بداية تقديم هذه المحاضرة حول موضوع لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله، بين الشرعية من الدلالة الشرعية والتوظيف الإيديولوجي، والتي جاءت بعد المحاضرة الأولى التي احتضنتها المكتبة الوطنية ضمن سلسلة من المحاضرات. ارتأيت أن أوسع النقاش والتداول من خلالها حول أهم القضايا وإشكاليات الحريات الفردية والجماعية ببلدنا، وقضايا الأسرة وقوانينها في صلتها بثوابت الأمة المغربية ومقومات شخصيتها الحضارية المتعددة الأصول والروافد، وذلك في إطار من المراعاة والوعي بمقتضيات الواقع ومتغيراته وما يفرضه من تحديات وإكراهات لما فيه تحقيق الصالح العام والمحافظة على السلم المدني والاجتماعي والإعلاء من قيم الحرية والعدالة والتقدم في توازن يراعي الخصوصية التاريخية والحضارية والتعاقد الشرعي والمدني بين الدولة ومواطنيها، مع الوفاء للقيم والمقاصد العامة للدين الإسلامي الحنيف، وذلك في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وتحقيق المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة بصفة خاصة. وقد كان الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العاشر لسنة 2022 واضحا في أن أي عملية إصلاح أو تعديل تشريعي متعلق بالأسرة لا يمكن أن تتعارض مع هوية الدولة وتوابيتها الدينية، وهو ما عبر عنه جلالته بالقول لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله، ولا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، مبرزا، وسأعود لهذه المفهوم القطعية في محاضرة أخرى، مبرزا جلالته أهم منطلقات الاجتهاد والتجديد في هذا السياق، وكذا أهم مداخل وآليات الإصلاح كما سوف نرى. ومع ذلك فقد تم توظيف هذه المقولة المعبرة عن الالتزام بمبدأ الشرعية توظيفات حرفتها عن روحها ومقاصدها ووظيفتها الأسمى في تأطير الاختلاف ورفع الخلاف، تحقيقا لوحدة الأمة بمختلف مكوناتها، كفالة لحقوق أفرادها وضمانا لحرياتهم وكرامتهم. إن الاحترام الواجب لجلالته يقتضي منا كسياسيين وكمفكرين وكباحثين حقوقيين أو كفاعلين مدنيين وغيرهم ألا نتعامل مع خطبه وتوجيهاته بنوع من الانتقائية السياسية أو لتصفية حسابات سياسية ضيقة سياسوية أو فكرية صغيرة. فجلالة الملك يخاطب الأمة بصفته أميرا للمؤمنين
وبذلك فخطبه وتوجيهاته تكمل بعضها البعض وتسعى نحو الأفق المطلق وليس إلى الجزئيات، كما أن لخطب الملوك دلالة كلية لما يأمرون به، لذلك لا تقحم خطبهم وتوجيهاتهم ضمن تلك المنازعات الضيقة التي يسعى إليها الذين لا تهمهم سوى المكاسب السياسية الصغيرة. إن الإجماع حول جلالته يقتضي منا كثيرا من الاحترام والتواضع، كثيرا من الاحترام والتواضع والترفع عن التوظيف والاستغلال المقيت لبعض الكلمات لتحقيق انتصارات وهمية، لأن الإجماع الذي حول جلالته يجعل المغاربة يتفهمون مقاصده وأهدافه، ولا يمكن أن يزايد عليهم أو يغلطهم أي كان. لذلك تجدني اليوم مضطرا للحديث حول هذا الموضوع إسهاما مني في محاولة إشاعة الوعي بالمغزى الحقيقي لمبدأ الشرعية والنأي به عن كل أشكال التوظيف الساعية كطريقة توظيفية باسم الدفاع عن الحق. وهذا السلوك ما هو في الحقيقة إلا توظيف يراد به باطل وحجة لوقف كل مساعي تحقيق الحرية والنقاش والحوار والعدل والمساواة بين المواطنات والمواطنين ورفع الظلم والحيف عن كل فئات المجتمع خاصة المرأة، والمساهمة في بناء دولة عصرية تقدمية وقوية. وهما يجعلني أبسط بين أيديكم طريقة فهمي لهذه المقولة المبدأ وتصوري لصلتها بعملية الإصلاح والتجديد التي نروم إنجازها من خلال جملة من القوانين، وذلك من خلال 6 أسس هي كالتالي: الأساس الأول مبدأ الشرعية أساس مشروعية الحكم ومرتكز عملية الاجتهاد والتجديد. يشكل موضوع هذه المحاضرة إذن امتدادا واستئنافا لما سبق أن تناولناه في مختتم المحاضرة السابقة التي شرفت بتقديمها في رحاب هذا الشهر الفضيل بالمكتبة الوطنية بالرباط حول موضوع الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابت الوطنية. وهي المحاضرة التي أكدت فيها أننا حينما نسعى لإجراء أي إصلاح أو أي تجديد في مجال منظومة الحقوق والحريات في بعدها الفردي أو الجماعي، فإنما نسعى لتحقيق ذلك في إطار من الاحترام التام والتوفيق المسؤول بين مختلف الثوابت الدستورية للمملكة وكذا بين مختلف المرجعيات. وفي حالة الاختلاف نحتكم إلى مؤسسة إمارة المؤمنين للتحكيم والفصل النهائي الملزم في كل ما يتصل بالمرجعية الدينية للأمة تحقيقا لمقاصد الدين الكلية واستلهاما لروحه في الحرية والكرامة والعدل والمساواة بين الناس. كما أبرزنا كيف أن جلالة الملك باعتباره أميرا للمؤمنين هو الكافل لحقوق المواطنات والمواطنين والضامن لحريتهم بمقتضى الدستور في إطار من الالتزام بثوابت الدين وكلياته ومنظومة قيمة الكونية، وهو ما يفسر تشبث ملوك المغرب إلى اليوم بمبدأ الشرعية وتشديدهم على أنهم لا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا، وهو ما سبق أن عبر عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية 7 لعام 2003: لا يمكنني بصفتي أمير المؤمنين أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله. وبهذا فإن مبدأ الشرعية ظل يمثل ركنا ركينا في التأسيس لمشروعية الحكم في بلدنا، فولي الأمر يعاقد ويعاهد الأمة على الالتزام بأحكام الشريعة الكلية ومقاصدها ويصون مبادئ الدين ويحكم بالحق والعدل ويكفل الحقوق والحريات، وفي المقابل تلتزم الجماعة بطاعته وتتعهد بنصرته في كل ما من شأنه أن يحمي مصالح الأمة ويدافع عن حقوقها الفردية والجماعية وكرامتها ووحدتها. كما ظل يشكل مرتكزا من مرتكزات الاجتهاد والتجديد
عبر مسيرتها الحضارية الممتدة. وفي هذا الإطار أكدنا أن التزام ولي الأمر بمبدأ الشرعية وفي سياق نهوضه بواجب التحكيم لم يأتي ليغل يده بقدر ما أتى للإفساح له في عملية الاجتهاد، وهو ما سبق أن استخلصه المؤرخ والمفكر عبد الله العروي في أطروحته التأسيسية حول الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية، حينما قرر أن السلطان إمام وتفرض عليه وظيفته إقرار وضمان سمو الأحكام الشرعية، وهو من موقعه هذا أعلى سلطة فقهية وقضائية في البلاد، يبت ويفصل في القضايا المستعصية. وقد دللنا على ذلك من خلال التنبيه على أن التزام الملك بمبدأ الشرعية في الخطاب السالف الذكر جاء مرتبطا ومشروطا بحرص جلالته على أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية. كما ذكرنا في هذا المقال أن نظرية المقاصد شكلت الإطار النظري والمنهجي الذي أسعف العقل الإسلامي المستنير في النهوض بأهم عملية تجديدية شهدها الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر منذ محمد عبده مرورا بالطاهر بن عاشور وعلى الفاسي وغيرهم. وبالتالي فورودها في الخطاب الملكي يؤكد أن الالتزام بمبدأ الشرعية لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحله لا يتم على وجهه الشرع الأمثل إلا من خلال الالتزام بعملية الاجتهاد والتجديد وفق رؤية مقاصدية انطلاقا من مقاربة تشاورية قائمة على الحوار وإشراك جميع القوى والهيئات المعنية في إطار من الاعتدال والاجتهاد المنفتح. وقد استلهمنا الخبرة الحضارية للدولة العثمانية التي درجت على إيراد المراسيم السلطانية في مدونتها الشرعية للتدليل على الاعتراف باختصاص الدولة بالسلطة القانونية من خلال سلطة التقييد الإداري، أي عدم تحريم الشيء عند الله لكنه يغدو غير شرعي بالنسبة إلى الدولة، وهو ما يعرف بتقييد المباح، وهو التقييد الذي توسع العمل به في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ومرد ذلك إلى القضايا المثيرة للجدل مثل الرق وتعدد الزوجات، حيث أكد محمد بيرم الخامس وبعده محمد عبده وبعدهم الطاهر بن عاشور وعلى الفاسي إلى حق الحاكم في تقييد المباح كأداة أساسية لإلغاء الرق وتعليق وقف العمل بالعديد من الأحكام الشرعية القطعية لانتفاء شروط تطبيقها، بحيث سوف يترتب على الالتزام الحرفي بها نقيض المقاصد والآطار التي استهدفها الشارع الحكيم منها. ومعلوم أن التراث الفقهي الإسلامي غني بالحالات التي تم فيها مثل هذا التعليق. لنخلص بناء على كل ما سلف أن مبدأ الشرعية المتمثل في قول جلالة الملك لا يمكنني بصفتي أمير المؤمنين أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله يؤكد صلاحيته الدستورية كسلطة تحكيمية شرعية عليا تضرأ الخلاف بين مكونات الأمة، والتحكيم لا يكون بداهة إلا بالتوفيق والتشاور والاجتهاد سعيا لما فيه المصلحة أينما كانت المصلحة فتم شرع الله. وهي الصلاحية الدستورية الحديثة التي تجد سندها الشرعي والتاريخي في القاعدة التي مفادها أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية. لكن مقابل هذا الاحتجاج السيادي المستنير بمبدأ الشرعية انطلاقا من روح المقاصدية التجديدية تسعى لتحقيق أعظم المصالح ودفع أكبر المفاسد تمكينا للأفراد والجماعات من حقوقهم وحرياتهم وضمانا لتعدديتهم واختلافهم في إطار وحدة اجتماعهم السياسي وتماسك نظامهم المدني والعمراني، فقد يجري رفع هذا المبدأ بشكل مغرض يعيق تطور المجتمع وتحرر مواطنيه في تعارض صارخ مع فلسفة ختم النبوة وما تقتضيه من تمكين لسيادة العقل والإرادة الحرة والمبدعة للجماعة كأساس للاجتهاد بحثاً عن المصلحة بما يتوافق مع مقاصد الدين وروحه التقدمية في التحرر والانعتاق والتكريم الإنساني. والدليل الدامغ
على ذلك موقف الفقه الإسلامي والمجتمع الإسلامي عموما من العبودية، فرغم أن إرادة الشارع الحكيم وسنة الرسول كانت تتجه إلى القطع التدريجي مع هذه الظاهرة المقيتة تشوقا إلى الحرية بحيث شرع الإسلام العتق ولم يشرع الرق، إلى أن الفقه الإسلامي والمجتمعات الإسلامية قد طبعت مع العبودية بدل القطع معها لمجرد عدم ورود نص صريح بتحريمها، ولم يكن للفقهاء أي اعتراض أخلاقي على الرق. وجهت وجه المفارقة ها هنا أن أبا إسحاق الشاطبي الذي اكتملت معه نظرية المقاصد يعتبر عتق العبيد ضمن التحسينات وليس ضمن الضروريات. والحاصل أن الإسلام لم يحرمها نظرا لمدى استحكامها وتغلغلها في النظام الاقتصادي والاجتماعي عبر العالم، فرغم أنه قد جعل الرق مباحا إلا أنه ضيق جدا من موارد الاستعباد وفتح الباب مشرعا للعتق والحرية، وحسنت تعاليمه من ظروف حياة العبيد وأوصت بحسن معاملتهم. ومع ذلك فقد كان الأجدر بنا نحن قبل غيرنا المبادرة إلى تحريمه في القرون الأولى من تاريخ الإسلام، وهو ما عبر عنه الشيخ محمد عبده بصيغة الاستنكارية. إذا كان الدين في تشوق إلى حرية الأرقاء، فما بالهم أي المسلمين قضوا قرونا في استعباد الأحرار. ووجه المفارقة أن الدبلوماسيين الغربيين وبوجه خاص البريطانيين حينما حثوا البلد الإسلامي على إلغاء العبودية في منتصف القرن التاسع عشر كان مبرر اعتراضهم عدم قدرتهم على تحريم ما أحل الله ورسوله. صحيح أنه لولا التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا الضخمة للصناعة المبكرة وظهور النظام الرأسمالي لما كان للمجتمعات الغربية أن تقبل التخلي عن العبودية، هو التقدم الذي أفسح المجال لانبثاق مظاهر جديدة من العبودية. إن أن ذلك لا ينفي أن قرار إلغاء الرسم للعبودية كان تاريخيا وتقدميا إلى حد بعيد، كما أن التمسك بمبدأ الشرعية ها هنا كان بعيدا كل البعد عن روح الدين ومقاصده، وهو ما نسعى إلى تلافيه في ظل استسهال رفع مبدأ الاحتكام إلى شرع الله كشعار منافي لمقاصد الدين الإنسانية والكونية وروح الشرع الحنيف الذي ما تنزل من خلال النبوة إلا رحمة للعالمين كل العالمين. ولا أدل على رجل وامرأة ولا أدل على ذلك من رفع القوى المتزمتة الحاكمية لله في كونه ظلما وجهلا ضدا وإلغاء لسيادة الأمة، والحال أن الأمة إنما تمتعت بهذه السيادة بمقتضى التكليف الإلهي المتمثل في أمر الشورى الوارد في القرآن الكريم بصيغة الوجوب وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، علما أن الشريعة ليست مجرد قانون أو فقه إنما هي أكثر من ذلك مصدر لهما معا، بحيث من الممكن أن يتغير الفقه دون منزياح وخروج عن الشريعة، كما أن ليس من اللازم أن يكون لكل قانون مستند نصي في الشريعة لتغدو قانونا إسلاميا، فأي قانون عادل يحقق مصلحة عامة ولا يناقض نصوص الشريعة ومقاصدها فهو من الشريعة. وتبعا لذلك فجل ما يجري واسمه ووصمه بالقوانين الوضعية غالبا ما لا يتعارض مع المرجعية الشرعية ليحقق بذلك مصالح الناس انطلاقا من مطابقته لروح الإسلام ومقاصد الشريعة. فمثل ما قام دستور المدينة في العهد النبوي على إقرار أعراف بعض القبائل العربية في أحكام الديات والعاقلة لتغدو تبع لذلك جزءا من الفقه الإسلامي، فقد أشاد الرسول الأكرم وامتدح وأثنى صلى الله عليه وسلم عدل ملك الحبشة وهو يرأس دولة لا تدين بالإسلام، كما أعلى من شأن وقيمة حلف الفضول الذي يؤسس لمشروعية التحالف والتعاهد مع المختلفين معنا في الملة والثقافة والدين من أجل الدفاع عن حقوق وحريات وقيم إنسانية كونية. الأساس الثاني مقاصد الشريعة والمدخل الأول لأي عملية تجديد واجتهاد. إنما يعرفه العالم اليوم من تطورات سريعة ومقتضيات وتحديات وإكراهات متواصلة غير محدودة وحوادث ومستجدات غير متناهية يلزمنا بضرورة استيعابها ضمن منظومتنا الدينية وتقوية قدراتنا للتجاوب معها بفعالية وإيجابية، حرصا منا على الانخراط في مسارات التحديث القانوني والمؤسسي وابتغائنا لما فيه مصلحة الفرد والجماعة واستفادتنا من كل المكتسبات الكونية والحقوقية. ولا يمكن ذلك إلا بفكر مقاصدي يفتح أمامنا سبل الاجتهاد والإبداع ويمنحنا وسائل التفاعل مع النص الديني بقراءات متجددة
وآليات مستحدثة للتجديد وإعادة النظر في التشريعات والقوانين المرتبطة بواقع الناس ومعاشهم اليومي. فالتشريعات الدينية لم تتنزل عبثا ولا كان تقنينها بغير أهداف ومقاصد واضحة ومعلنة، إنما شرعت لتحصيل مقاصد مرجوة، والمرجو الغرض منها ابتداء وانتهاء هو تحقيق مصالح الناس وتيسير حياتهم، وقد رعي فيها حفظ الضروريات التي لا بد منها في حياة الفرد، سواء تعلق الأمر بالضروريات التي نص عليها الفقهاء قديما وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، أو ما استحدث من ضروريات تبعا لتطور الحياة الإنسانية والتراكم التاريخي لمسيرة الإنسان الحقوقية، وتبعا أيضا لتطورات الحياة الاجتماعية وتعقيداتها المركبة، مما جعلها ضرورة للاجتماع البشري وأساسا للحياة المعاصرة، كما رعي فيها أيضا ما يسميه الفقهاء بالمصالح الحاجية، والغرض منها رفع الحرج عن الناس والتيسير عليهم ورفع الضيق والعنت عنهم، إضافة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادة مما يعرف بالتحسينيات، ولو أنها تعد بحق من الضروريات لا من التحسينات، خاصة في ظل الأزمة الأخلاقية التي بات يعاني منها عالمنا المعاصر. والخلاصة أن مقاصد الشريعة تعني جلب المصلحة ودرء المفسدة وتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، ولا يكون ذلك إلا باعتبار المقاصد دليلاً يعلو على الأدلة الفرعية والجزئية، بل هي القطعي الذي لا يمكن المس به ولا تجاوزه. فقد وصفها الشاطبي بأنها أصول الدين وقواعد الشريعة وكليات الملة، وجعلها الطاهر بن عاشور في منزل القطعيات من الدين أو ما هو قريب منها، ولابد من أجل ذلك من القيام بعملية تجديدية يقوم عليها أهل الشأن والاختصاص، لا تكون مقصورة على فروع المسائل والجزئيات، وإنما على طرق الاستنباط وأصول الاستدلال وتجاوز المناهج التقليدية المرتكزة على القراءة المباشرة للنص الديني والعناية بالمعنى الحرفي للنص ودلالته اللغوية، إلى النظر في دلالات المقصد وجعلها أولوية عند التعارض ومرجحا عند الإشكال، وكما كانت إمكانيات التخصيص والتقييد والتأويل متاحة بالنص الديني نفسه، فإن المقاصد لا بد من جعلها الأداة الأساسية للقيام بأي عملية تأويل أو تجديد، والفاصل في تحديد النصوص العامة وتخصيصها وليس بناء على قواعد منطقية أو لغوية كما جرى عليه الأمر في المناهج التقليدية. وكل هذا يعيد لمنظومة القيم والأخلاق التي جاء بها الدين مكانتها الرئيسية، لتصبح المرجعية الأساس لكل الأحكام والفروع الفقهية. الأساس الثالث: الدين منظومة قيم إنسانية كونية صالحة لكل زمان ومكان. إن الحديث عن الاجتهاد والتجديد ضمن مقاصد الشريعة الإسلامية لا بد فيه من الحسم في طرق التعامل مع النص الديني وتجديد الآليات والأدوات اللازمة لفهم واستنباط الأحكام من منطوقه ودلالاته والتمييز فيه بين ما هو ثابت وما هو قابل للتغيير بتغير الأزمان والأماكن والأحوال والعادات والأعراف، باستحضار المقاصد العامة للشريعة والأخذ بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. ولا بد فيه أيضا من إدراك الواقع بكل تعقيداته وتركيبه، والاستعانة بأهل الاختصاص في معرفة تطور الحالة الاجتماعية ورصد التحولات السوسيوثقافية، وكل خبرة لازمة لمعرفة الواقع واحتياجاته وإكراهاته، وهو ما عبرت عنه كلمة صاحب الجلالة بالتشاور والتحاور وإشراك جميع الفعاليات والمؤسسات المعنية. كما أنه من المهم جدا وضع السؤال حول علاقة الإسلام بالتاريخ وتقلباته وقوانينه وآفاقه، فهي علاقة معقدة ترد عليها عدد من المتغيرات، فالدين في أصله خطاب في المطلق مجرد من الزمان والمكان، والتاريخ متحول وحيوي ومتغير. الدين يهدف إلى الهيمنة على التاريخ، والتاريخ بحكم ديناميته وارتباطه بالزمان والمكان ينزع للتمرد على هذه الهيمنة، وهو ما يفرض على الدين في الأخير أن يعيد إنتاج نفسه باستمرار حسب ما تقتضيه الخصوصيات الزمانية والمكانية. وبالتالي لتحقيق المصالحة بين هذين المكونين الدين والتاريخ، بحيث يكون الدين صالحا لكل زمان ومكان ومستوعبا لكل تغيرات التاريخ وتحولاته، لا بد من إعادة مفهومنا وتصورنا للدين واعتباره منظومة قيم إنسانية كونية أكثر من كونه جملة من الأحكام النصية المرتبطة بسياقات تاريخية وثقافية مخصوصة. يبدو أن كثير منها قد تم تجاوزها. لا بد من الوعي
العفو الأساس الرابع الحاكم هو من يحقق مناطات الأحكام ويجتهد في التنزيل. لا بد من الوعي بأن كل هذه المستجدات التي تعرفها مسيرة الحياة والتغيرات الهائلة والتطورات المذهلة في شتى المجالات ومختلف المظاهر والتجليات في السياسة والاجتماعي والمالي والاقتصاد وفي العلاقات الدولية والمواثيق العالمية ونظم المبادلات، لا بد من التعامل معها بمنهج دقيق جامع بين مراعاة التنزيل وسداد التأويل، أصيل في ثوابته ومسلماته، حديث ومرن في تناولاته وآلياته وأدواته، جامعا بين المنقول والمعقول، ولا يكون كل هذا إلا بما سماه الأصوليون بتحقيق المناط. والمقصود بتحقيق المناط تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع، إذ أن الأحكام المنزلة لا يمكن تطبيقها إلا في إطار واقع مجتمعي محدد، وهذا الواقع مرتبط بالطبيعة البشرية وما تتميز به من تعقد وتركيب وتحول، فلا يكفي لاستنباط الحكم وجود النص مجردا، بل لا بد من ضبط التكامل بينه وبين تفاصيل الواقع المراد تطبيقه عليه، مع عدم إهمال أي عنصر له تأثير معين من قريب أو من بعيد. فهي عملية تدقيق أولا في الدليل الشرعي ومعرفة ما إن كان كليا أو جزئيا وفي الواقع بإشكالياته وتقلباته، وأيضا بتوقع الأثر المحتمل لذلك الحكم في صلاحه وفساده. لذلك قال الفقيه القرافي: الجمود على النصوص أبدا ضلال وإضلال. وقال ابن القيم الجوزية: إن المفتي الذي يطلق حكما واحدا في كل حالة هو مثل طبيب له دواء واحد، كلما جاء مريض أعطاه إياه، بل هذا المفتي أضر. إن عملية تحقيق المناط واعتماده على الكليات بدل الفرعيات والجزئيات كانت لتغنينا عن كثير من الخلافات والنزاعات حول عدد من قضايا المجتمع، فهي جامعة لأسس الاجتهاد الشريعة بنصوصها ومقاصدها ومصالح العباد بإكراهاتها وتحدياتها وموازين الزمان والمكان وتغيراتها، وبهذا يمكن التفريق بين القيم والأحكام. بين القيم والأحكام الفرعية، فالأحكام والقوانين ليست إلا ثمرة لهذه القيم والشريعة قبل أن تتحول إلى قوانين يطبقها ولي الأمر، فهي تضع الأصول والكليات التي تثمر الحكم على الفروع والجزئيات حسنا وقبحا وقبولا وردا، كما أنها تقوم بحماية النظم والأحكام الجزئية وترتب أسبابها وموانعها وشروطها لتصبح صالحة للتطبيق على واقع معين ومحدد. فهذه الكليات لا تحتاج لبيئة تطبيق، بل هي عامة ثابتة ولا تفتقر إلى تبيئتها إلا عندما تتحول لأحكام تفصيلية وقوانين فرعية، وهي قطعية ثابتة على عكس الأحكام الفرعية التي ترتبط في غالبها بالتأويل والاجتهاد، كما أن الخروج عليها هو خروج على النظام العام للأمة بخلاف القوانين التفصيلية. وأما من يحقق هذا المناط فإن ذلك يختلف باختلاف الجهات والمقصودة بالخطاب، فإذا كان الخطاب موجهاً إلى الفرد كان أعلم بقضيته من غيرها، أما إذا كان موجهاً إلى الجماعة أو القاضي أو السلطان أو ما يعرف بالجهة الولائية فإليها تحقيق المناط دون غيرها. فالقوانين العامة المؤطرة للمجتمع والمحافظة على سلمه واستقراره لمؤسسة الحكم بكل عناصرها أن تحقق فيها المناط وترى شروط وموانع تنزيلها على الواقع بما يطرح أمامها من معلومات ومعطيات وتقارير تصرفا بالإمامة والرئاسة، وليس تجاوزا للأحكام الشرعية أو معارضة للنصوص الدينية، وإنما هو تدبير في مجال التنزيل وضبط دقيق للعلاقة بين النص والواقع. وهذا هو عين ما جاء في الخطاب الملكي من أن الملك بصفته أمير المؤمنين لا يمكن أن يحل حراما أو يحلل أن يحل حراما أو أن يحرم حلالا، مع الانفتاح على الاجتهاد وتفعيل مقاصد الشريعة، فهي تأكيد للموقف الديني والعقدي في احترام أحكام الشريعة، وفي الوقت ذاته عدم غلق الباب أمام التصرفات الولائية في الاجتهاد والتنزيل. الأساس الخامس: الأصل في العبادات النقل، والأصل في المعاملات العقل. من المهم جدا في سياق الحديث عن مفهومي الحلال والحرام التفكيك بين حقلي العبادة والمعاملات، فالمرجع والحكم في العبادات هو النقل من نص أو تواتر عملي، ولا مجال للعقل في تحديد عدد الصلوات أو شهر الصيام أو مكان الحج. وأما المعاملات فالأصل فيها سلطة المصلحة والعقل،
وهو تفريق منطقي، إذ أن العبادة غرضها الروح وأسسها وأسسها غيبية لا يدركها العقل، وقد يدرك جزءا منها دون إدراك كل مغازيها ومقاصدها. والنص من يكشف عن ذلك ويحجبه بعيدا عن أي بعد منطقي أو عقلاني. وأما أحكام المعاملات فليست بقضايا غيبية ولا روحية، إنما أساسها العقل والصالح العام أو الخاص. فكل ما كان منها منسجما مع المصلحة العامة للمجتمع العقلاني فهو حلال، وما كان منها مصادما للمصلحة العامة مضرا بما بها فهو الحرام، بغض النظر عن النصوص الجزئية التي وردت في هذه الأبواب لارتباطها بسياقها التاريخي والثقافي ومناطها المختلف في اختلاف الأزمان والأماكن. فارتباطها إنما هو بالقيم المنشئة لها، وبالتالي ليست أحكاما لازمة لكل المجتمعات ولكل الفترات الزمنية. وخلاصة الموضوع أن العبادات مبناها على التوقيف ولا بد فيها من النص والنقل، أما المعاملات فهي مجال الإبداع البشري واستخدام العقل لما فيه تحقيق المصلحة مع مراعاة القيم العامة التي جاءت بها الشريعة، وتغير هذه المصالح بتغير الأزمان مع استحضار كل النصوص القرآنية التي تحث على النظر والتفكر والتعقل، كقوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فليست مقصورة على النظر في الكون لأغراض إيمانية وعقائدية، وإنما هي مرجع في كل ما تتوقف عليه مصالح الناس وحياتهم. وبسبب هذا التفريق كانت دائرة الحلال واسعة جدا وضاقت دائرة الحرام إلى أبعد الحدود، فالمباح لا يحتاج إلى دليل فهو حلال بحكم الاستصحاب والبراءة الأصلية، فيما الحرام يحتاج إلى إثبات الضرر وضياع المصلحة. وما كان من توسيع دائرة الحرام في القرون المتأخرة إلا الجهل بمقاصد الشريعة القائمة على التيسير ورفع الحرج، والجهل في كتم الأحوال بنصوص وآراء أخرى مخالفة للمشهور من الأقوال، والخلط الواقع بين الدين والعادات وعدم التفريق بين الحرام والشبهة والمكروه، وتحري الزهد والورع أحيانا مع أنه مسلك شخصي لا يمكن حمل الناس عليه. فلذلك توسعت دائرة الحرام وصار أصلا فيما كان الأولى توسيع دائرة الحلال رفعا لكل حرج وتيسيرا على الأمة. الأساس السادس حكم الحاكم يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية. من أهم المباحث المتصلة بالاجتهاد والتشريع مسألة ترجيحات الحكام واختياراتهم، بحيث من المقرر أنه إذا ما تعددت اجتهادات العلماء وتعذر الاتفاق على رأي واحد يحتكم إليه على وجه الحسم في شؤون الناس والمجتمع والدولة، فإن لولي الأمر الحق في الترجيح بين الاجتهادات، وذلك تفعيلا للاجتهاد وسدا للذرائع في المستجدات والنوازل، وبوجه خاص القضايا ذات الصلة بالتوابيت المرجعية حفظا لمصالح الأمة والأفراد ومختلف مكونات المجتمع. ولذلك بلور الفقهاء والأصوليون وقعدوا قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية، وبمقتضى هذه القاعدة يجوز بل ويحق للحاكم أن يحسم في الخلاف، يعني يحسم الخلاف باختياره لرأي من الآراء الاجتهادية، وهي القاعدة التي تجد مستندها في أمر الشرع بنصب الإمام سعيا لإعمال السياسة تدبيرا للشأن العام للأمة وقطعا لدابر النزاع والشقاق والخلاف جلبا للمصالح وتكثيرها وذرءا للمفاسد وتقليلها، بناء على القاعدة الشهيرة تصرف الإمام في الأمة منوط بالمصلحة. والأهم في هذا السياق أن حكم الحاكم وتحكيمه يظل رغم طابعه الإلزامي قابلا للتغير لتغير الأحوال والمصالح، كما هو الأمر في تقييد المباح وإطلاقه من قبيل تقييد التعدد في الزواج ضمانا للإنصاف والعدل، تمكين المرأة من حقوقها في المشاركة السياسية تصويتا وترشيحا في الانتخابات في إطار المساواة القانونية المكفولة بمقتضى الدستور بينها وبين الرجل، تحديد السن الأدنى للزواج، الحق في انتقال جنسية المرأة المغربية إلى أبنائها. والحاصل أن الحاكم ما إن يعتمد ويتبنى رأيا في الآراء الاجتهاد المختلفة فيها حتى يرتفع النزاع بين الناس ويلتزمون بالعمل بمقتضاه، يقول الإمام القرافي إجماع الأمة قاطبة أن حكم الله تعالى ما حكم به الحاكم في مسائل الاجتهاد، وأن ذلك الحكم يجب اتباعه على جميع الأمة ويحرم على كل أحد نقضه. ويقول في سياق آخر أعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف من مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء. يتأسس دور الحاكم في تقييد للمباح على مبدأ المصلحة العامة التي تعد مناط مشروعية الولاية العامة على الأمة. إذا قرر الفقهاء لنا للحاكم تقييد المباح تحقيقا للتكافل الملزم سواء من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية،
غير أن تصرف الأفراد في حرياتهم العامة أو المباحات يتوقف تكييفهم من حيث المشروعية بما يؤول إليه تصرفهم فيها ضمن سياق مخصوص من معاني قد يؤثر سلبا على الصالح العام، كما قد يعضده وينميه، حيث يرتقي المباح في هذا المقام من مستوى التقدير الشخصي المقرر له في أصل تشريعه بمعزل عن لوازمه ونتائجه التي أنتجتها الظروف المتغيرة العارضة إلى مستوى تقدير الحاكم العدل بالنظر إلى مآله وآثاره على المصلحة العامة في سياق خاص، لا بالنظر إلى ذات المباح وأصله، لأن المصلحة العامة هي أساس التزامه السياسي ومناط مشروعية ولايته العامة على الأمة، وبعد لا تقوى المصالح الفردية على الإجهاز على هذا الأصل العام الثابت، لأنه ببساطة أصل العدل في الإسلام في صلته القوية بالحرية. وتبع لذلك فللإمام أن يحرم بعض المباح إذا رأى أن فعله يترتب على ضرر بالمجتمع، وأن يجب بعضه إذا ما اقتضت مصلحة عامة إجابه عليهم. إذا كان أغلب القضايا الخلافية في مجال المعاملة تندرج ضمن حكم الحاكم يحسم فيها الخلاف، فلأن أغلبها أحكام معللة أو قائمة على العرف، علما أن كل من العلة والعرف قد يتغير من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فيتدخل الحاكم فيها ويحسم الخلاف تحقيقا لمصلحة الناس ومنعا للفوضى والاضطراب في الأحكام. فإذا كان القضايا ارتكز على الحجاج والفتية تنهض على الأدلة، فإن تصرف الإمام الزائد على هذين يعتمد المصلحة الراجحة أو الخالصة في حق الأمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رواية عن عائشة رضي الله عنها: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وهما يفسر توقف سيدنا عمر بن الخطاب ونهيه عن قطع يد السارق عام المجاعة، مع أن النص القرآني جاء عاما وشاملا دون ما تفريق بين زمن الرخاء وزمن القحط والمجاعة. وفي هذا السياق يقول الإمام العز بن عبد السلام: لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن. واتفق الحكماء على ذلك، كذلك الشرائع، فإن تساوت الرطب تخير وإن تفاوت استعمال الترجيح عند عرفانه والتوقف عند الجهل به. ومعلوم أن الأحكام الاجتهادية القائمة على مصلحة بذاتها تبقى معتبرة ما بقيت هذه المصلحة التي هي مناط الحكم وعلته، فإن انتفت وجب أن يتغير الحكم تبعا لها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أي أن العلة التي هي مقصد الشارع في كل حكم مشروع في كل حكم شرعي معلول تعتبر شرطا أساسيا لتطبيق هذا الحكم، بحيث يشترط وجود العلة وبقاؤها فيظل الحكم مظلت وينعد بمجرد انعدامها. وهو ما حدا بكثير من العلماء إلى الاستناد على المصالح المرسلة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها بدليل معين من نص أو إجماع أو قياس، علما أن جميع الأحكام المتولدة عن الاجتهاد ومراعاة المصالح تتغير وتتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس، غير أن الحكم في المسألة بما يتفق مع العلة ومصالح الناس لا يترتب عليه إلغاء الحكم السابق الوارد به النص، وإنما رفع له لعدة وجود محل يظهر فيه، بحيث إذا تغير وجه المصلحة إلى ما كان عليه وقت صدور الحكم فإنه يظهر من جديد، وهذا ما يعود بنا إلى القاعدة السالفة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأستسمحكم في ختام هذا العرض بكلمة بليغة للفقيد ابن القيم الجوزية، حيث يقول: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. أشكركم على حسن إصغاء والسلام عليكم. شكرا الأستاذ عبد الطيف وهبي على هذا العرض القيم، حقيقة اللي كيتميز بالكثير من الاتساق الفكري المطروح الآن النقاش. حقيقة على حسب العرض اللي تقدمته به الأستاذ وهبي، أننا حينما نستدل يعني في إطار مفهوم الحداثة وتفسير الجديد للدين للقواعد والأصول، دائما نستدل بأقوال الفقهاء المتقدمين، بمعنى هذا كيدل على أن الآن الاجتهادات الآن اللي حصلت في الساحة الفكرية
كاين واحد الندره في الاجتهادات ديال العلماء ديالنا اللي يمكن يقدموا اجابات على الواقع اللي كنعيشوا. اذا فيما كنستدلوا بابن تيميه، ابن القيم الجوزيه، بالخوارزمي، كنستدلوا بواحد المجموعه ديال الفقهاء اللي حقيقه اللي عندهم اراء حداثيه كنستعنوا بهم لتقديم المفهوم الحداثي للدين والاجتهاد بطبيعه الحال. غادي نفتتحوا النقاش لهذا اللقاء الكريم مع الاستاذ عبد السلام طويل للتفاعل مع العرض ديالكم استاذ وهبي، تفضل. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. إذا أولا بعد الشكر الواجب للقيمين على هذه المحاضرة القيمة، هذه الفعالية العلمية القيمة على الدعوة الكريمة للمشاركة مناقشا ومتفاعلا مع مداخلة أستاذ عبد اللطيف وهبي. أقترح أن أنهض بذلك انطلاقا من جملة من المداخل. بداية شحال عندي الوقت الأخ؟ 10-15 دقيقة. نعم. إذا فأجادت الورقة في إطار التفاعل مع ورقة أستاذ عبد اللطيف وهبي، لقد أجادت الورقة في ربط مبدأ الشرعية المتمثل في مقولة لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله، حينما ربطت مبدأ الشرعية بصلاحية التحكيم باعتبارها صلاحية دستورية وصلاحية شرعية، ثم كذلك ربطتها بأصل مشروعية الحكم ابتداء، لأن ما يميز كما نعلم تشكل الاجتماع السياسي المغربي منذ الأدارسة أنه تأسس على مشروعية التحكيم. المولى إدريس جاء طريضا بدون عصبية، وبالتالي وكأن مفعول العصبية الخلدوني قد تعطل بالنسبة للمغاربة في لحظة تأسيس دولتهم. إذن فلم تكن له عصبية أوصلته إلى السلطة. طبعا قد نتحدث عن توازن العصبي القائم هو الذي أفسح له هذا المجال، ولكن الذي أفسح له المجال هو صلاحه الديني، ثم الحاجة المجتمعية له كفاعل مدني يمكن أن يسهم في تحقيق وحدة الجماعة وأن يحمل مشروعا لها يحدد وجهتها ويعطي لها معنى في التاريخ في علاقتها بباقي الأمم والشعوب. إذن فبالنسبة لهذا هذا الربط بين مبدأ الشرعية ثم مبدأ التحكيم ثم مشروعية الحكم ثم صلاحية الاجتهاد والتجديد، لأن غالبا حينما ترفع هذا التنصيص، وهذا التنصيص نجده عند المولى عبد الرحمن، نجده عند ملوك علويين كثر، يعني فهو هو يشكل أصل البيعة في الإسلام، يعني أصل البيعة في الإسلام هذا المبدأ ديال الشرعية، لأنه يشكل التزام الحاكم مقابل طاعة الأمة والجماعة والتزامها بنصرة الأمير تحقيقا لمقاصد وقيم الإسلام الكبرى. إذن فهذا المبدأ قبل أن يكون آلية لدرء الخلاف والترجيح بين الأحكام والاجتهادات فهو يشكل أساس مشروعية السلطة ابتداء، خاصة بالنسبة لنا نحن المغاربة. هذا الأمر تحقق مع الأدارسة وتحقق مع السعديين ثم تحقق ذلك مع العلويين. طبعا الموحدين المرابطين كانت العصبية قائمة، كانت حاكمة، ولكن بالنسبة لهذه الثلاث دول في اللحظة التأسيسية مع الأدارسة مفعول العصبية كان شبه منعدم، وكان الصلاح الديني والطلب الاجتماعي على الوظيفة المدنية للمولى إدريس الأول هي التي كانت وراء دعوته للحكم ووقوع اختيار المغاربة عليه للحكم. كذلك بالنسبة للدولة العلوية، تعرفون سوف أقف على السياق الذي يؤكد هذا الأمر. إذن مشروعية الحكم في بلدنا مع ذلك لم يتأسس على مشروعية على مبدأ الشرعية والصلاح الديني المرتبط بين مناقبية الأصل الشريف بالنسبة للأدارسة فحسب، وإنما على الخبرة والصلاح الدنيوي.
بعيدا عن منطق العصبية، خاصة بالنسبة للأدارسة والعلويين والسعديين. إذن هذه المرجعية تشكلت عبر التاريخ. حينما تحدث عن مرجعية لا يمكن أن تحكم إلا إذا كانت لك مرجعية، يعني سلطة مرجعية لكي تفصل ولكي تطاع. وهذه المرجعية يعني ماشي إرادوية، ماشي فولونتاريست، هي نتيجة سيرورة تاريخية. ماشي سهل باش المجتمع يلقى بأن عنده مرجعية. راه واحد العدد المغاربة ما عارفينش قيمة أنك تكون عندك سلطة مرجعية. شوفوا غياب السلطة المرجعية في لبنان، شوفوها في دول كثيرة، غياب سلطة مرجعية تتفق معها في مراحل معينة، تختلف معها، ولكن وجود هذه السلطة المرجعية التي يحتكم إليها في لحظات الشقاق والفتن والاحتراب مسألة أساسية استقرار كل المجتمعات. ولهذا حتى في المجتمعات هنا في هذا الإطار من الأمور المهمة جدا في حقها بالنسبة لي أنا هو أن حزب حداتي كيطرح فكرة التحديث انطلاقا من المرجعية، من التقليد. وأنا كيبان لي هذه قمة التاريخية تاريخانية. أنا كيبان لي هنا كيحتر سي محمد عبد الجابري قوة، يعني لأن أنت كتعيش كتنفس بنية تقليدية، لا من ناحية السلطانية، لا من ناحية الأنثروبولوجية، لا من ناحية تمثل الناس للدين. إذا لا يمكنك أن تحدث التحديث والحداثة بفعل الخطيئة. أنت ملزم بمنطق الضرورة التاريخية أن تحدث ثورة إصلاحية بعيدة المدى من داخل ما يتيح لها يتيح لك التقليد، خاصة وأن المنظومة التقليدية تفسح لك مجالا واسعا لهذه العملية دي التجديد والتقليد، وقد لا تحتاج لهذه القطيعة أصلا. أنا هنا أستحضر صحيفة المدينة، صحيفة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي الوثيقة الدستورية التي أسست لأول اجتماع سياسي في تاريخ الإسلام. تجاهلها الفكر الإسلامي بشكل غريب جدا، ولم تتم استعادتها إلا جزئيا بطريقة محتشمة في عصر النهضة مع محمد عبده، مع علي الفاسي، مع الطرب بن عاشور، لكن لم تفعل بالنسبة للحركات الإسلامية الفاعلة اللي كان عندها تأثير في الحياة العامة. صحيفة المدينة سيدنا رسول الله كان هو زعيم دولة المدينة، والوحي لا زال يتنزل عليه، بل الذي يؤسس مشروعية السلطة، لأن أي سلطة لا يمكن تصورها بدون أساس من المشروعية. يعني بار ديفينيسيون بالتعريف السلطة مرتبطة بالمشروعية، يعني أساس الرضا والموافقة اللي كيعطي الوجود لهذه السلطة في التاريخ. إذن علاش الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي وحكي تنزل عليه ما بناش المشروعية ديال دولة المدينة على القرآن ديريكت؟ هذا سؤال عمره ما تطرح، أو قليل اللي يطرحه الناس، ولكن اقتضى منه ذلك صلى الله عليه وسلم أنه يأس على وثيقة دستورية هي صحيفة المدينة. وصحيفة المدينة كما تعلمون عددت مكونات دولة المدينة بالقبائل ديالها كلها، المؤمنة والمشركة، اليهود، واعتبرت المؤمنين واليهود المسلمين أمة من دون الناس، وميزت بين الأمة السياسية والأمة الدينية، الأمة العقدية والأمة السياسية، وبالتالي ميزت بين الطاعة السياسية والطاعة العقدية، ثم كفلت نفس الحقوق ونفس الواجبات لمختلف مكونات دولة المدينة بغض النظر على انتمائهم القبلي أو العشائري أو الديني، يهود أو مسلمين. هذا واحد تطور غريب جدا، يعني بمنطق السياق التاريخي هذه ثورة، يعني أنا تنحس بها، أحتفي بها شخصيا بالطريقة اللي احتفى كارل ماركس في البيان الشيوعي بالبرجوازية والدور الثوري ديالها. تماما هذاك الدور الثوري ديال البرجوازية أنا كيتمثل في صحيفة المدينة. هذا السياق التاريخي بعكس بعد الثوري كبر من الطبقة البرجوازية، لأن شروط تشكل الطبقة البرجوازية كانت باينة، كان الإصلاح الديني وكانت النهضة وكان التنوير، فكان طبيعي جدا أن تشكل طبقة برجوازية وتشكلت الرأسمالية. ولكن في القرن السادس الميلادي في بنية بدوية، بنية العصبية، اقتصاد الغزو كما تقول سي الجابري الله يرحمه، في هذا الوقت غتبنى سلطة، أول اجتماع سياسي في تاريخ الإسلام غيتزعم الرسول وغيتبنى على كفالة حقوق وحريات متساوية بغض النظر على انتماءات والأوضاع الاجتماعية لمكونات الدولة، ولم يؤسسها على النص القرآني. هذا ملمح مهم جدا يتعين أن نستحضره. إذن وبالتالي أنا أحبط أن التيارات الحداثية في بلدنا أنها تعرف بأن راه هامش تجديد من داخل المرجعية راه كبير جدا، خاصة فيما يتصل بنظرية
النظرية السياسية ونظرية الحقوق العامة والحريات، لأن كما تقول مسافة العفو أو الفراغ التشريعي فيها بالغة الاتساع، تقدر تفوت 90%. إذا هذه المسافة الفراغ التشريعي فيما يتصل بالشأن العام اللي هي موكولة بشكل أساسي للعقل، لأن النصوص القطعية فيها محدودة وعامة، إذا فهي موكولة أصالة إلى العقل وإلى المصلحة وإلى التعاقد إلى التوافق إلى إرادة الأمة والجماعة. إذا لماذا نضيق واسعا؟ أنا غادي ندير هذا الإصلاح وتما نخلي التاريخ يفعل المفعول ديالو. إذا كان سيدي هذا الدين فعلا يستجيب، هو اللي حدد المجال ديال السلطة المدنية مقابل السلطة الدينية، هو اللي ميز بين المجال العام مقابل المجال الخاص، هو اللي ضمن الحرمة الخاصة ديال الحياة الفردية بنصوص متواترة أشار إليه السيد الوزير في المحاضرة السابقة. إذا يعني احتفى بالحياة في هذه الدنيا بواحد طريقة بليغة ومعجزة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني إذا مفهوم الدين نفسه أن الدين ليس فقط أحكام فرائض عبادات شعائر، وإنما هو قيم، قيم الحق، قيم العدل، قيم الحرية، قيم المساواة للفكر السياسي المستنير النهضاوي مع محمد عبده الطاهر بن عاشور للفاسي وغيرهم، وصلوا اعتبروه من المقاصد الكلية للدين. وبالتالي كل الأحكام وكل القرارات وكل الاجتهادات التي تتناقض مع قيمة من القيم المطلقة اللي هي هذه المقاصد الكلية فهي يمكن ردها، وهذا مدخل كبير جدا للاجتهاد. إذا علاش غنفتح لنا حروب ما عندها حتى شي أساس، وغادي نعطي مشروعية لأطراف أخرى وغنفتح صراعات لا محل لها، خاصة وأن نحن كنتصرفوا في إطار واحد البنية دستورية فيها شي حاجة سميتها التوابيت الدستورية، والتوابيت الدستورية تختلف باختلاف المجتمعات. راه التوابيت الدستورية كما تحدثت في الدستور المغربي ما جاتش هكذاك عبثا، الناس وصلوا حطوها اتفقوا عليها، لا، هي هذه التوابيت الدستوريه هي نتيجه طبيعيه لواحد المسار تاريخي وحضاري ديال الامه ولا الجماعه مختلف المكونات ديالها. طبعا كان في لحظات معينه فيها صراع، تكلموا على الاختيار، منطق التاريخ ممكن يكون فيه تدافع، ولكن في نهايه المطاف ان هذا ما وجدنا عليه نحن المغاربه ان هناك توافق عليه. اذا ما دام التوافق التوابيت تشكل توابيت فهي مشتركات بيننا جميعا، ولا تشكل راس مال جماعي بالنسبه لنا، وتشكل أرضية مشتركة بيننا ندبر بها اختلافاتنا في المجال المدني وفي المجال السياسي. وتنظن أن هذا الفهم ممكن اللي فتحوه سعادة الوزير يعني ممكن يعني إلى تبنت القوى التقدمية الأخرى بهذه الطريقة الوظيفية، أعتقد بأنه غادي سوف يغني بلدنا على واحد العداد ديال الحروب الممكنة اللي ما عندها حتى شي أساس. لأن أصل الحروب الدينية في التجربة الأوروبية وأصل القطع مع الدين اللي هي كانت مبررة ومنطقية ما كيناش، أولا لأن مشروعية العقل في الإسلام واضحة جدا، لا توجد سلطة كهنوتية تحتكر المعرفة الدينية نهائيا، كل من توافرت له شروط تحقيق المعرفة الدينية كيحوزها. هذا المسألة الأولى. الحيز الخاص والحيز العام حدد الدين، دائرة مسافة العفو هي واسعة جدا، الأصل في الأصل والإباحة في الوقت فاش كيتعارض صريح المعقول مع صحيح المنقول، أولوية صريح المعقول. إذا فهذه كلها معطيات تؤكد بأن إمكانية اجتراح وبلورة مشاريع للإصلاح مختلف المجالات انطلاقا من المرجعية، انطلاقا من التقليد بالتكبيرة، لا تراديسيون بالتكبيرة، ممكنة جدا تاريخية أكثر. إذن فحتى لا أطيل، كذلك الورقة أجادت في التأكيد على أن التزام أمير المؤمنين بمبدأ الشرعية لا يحول دون تفعيل صلاحياته في تقييد المباح، وأن حكمه يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية بحيث يرشح ويختار أصلح الاجتهادات المتصلة بمصالح الناس والمجتمع والدولة تحقيقا للوحدة ودرءا للفتنة والشقاق، بحيث يحق له حسم الاختلاف باختياره لرأي من الآراء الاجتهادية يدعن الجميع لمقتضياته بمجرد اختياره، فله سلطة الحكم. وسلطة الحكم تأتي بفكرة لا ريفيرونس، المرجعية. المرجعية راه مكسب كبير جدا، مكسب كبير جدا. مجتمعات اللي ما عندهاش وحدة المرجعية راه عندها تعاني من مشاكل كثيرة جدا، وهذه القاعدة تجد أصلها ومستندها في وجوب
نصب الإمام تحقيقا للوحدة والأمن والتقدم وكفالة الحقوق والحريات لمختلف مكونات المجتمع. ثم هناك ورقة السيد الوزير أشارت إلى قاعدة تصرف الإمام في الأمة منوط بالمصلحة. الشرع كما تمت الإشارة قبل أن يتحدد بجملة من الأركان والشعائر فهو أينما كانت المصلحة كما أشار السيد الوزير فتم شرع الله، أينما كان العدل فتم شرع الله. ثم أكثر من ذلك الدين يتحقق في حياة الناس انطلاقا من فعلهم وخيريتهم. خيركم لله خيركم لأهله، خيركم لله خيركم للناس، خيركم لله خيركم لجاره. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. المسلم من سلم، المسلمون من لسانه ويده. يعني هذه الدلالة ديال حتى الإيمان كتعطي واحد الدلالة بروتستانتية بالمعنى الإيجابي البروتستانتية، أنه كيدخل في بناء الحياة المدنية والاهتمام بهذا العالم والتفنن في عمارته والتمتع بملذاته وطيباته، وبأن هذا ما كيخلق حتى شي أزمة ضمير بالنسبة لنا، ما عندناش الخطيئة الأولى. هذه كذلك من الفروق الكبرى بيننا وبين بين 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 المسيحيين. إذن لا يوجد هناك هنوت إلى غير ذلك. إذن ثم كذلك أشار أستاذ وهبي إلى حكم الحاكم وتحكيمه رغم طابعه الإلزامي يظل قابل للتغيير تبعا لتغيير أحوال المصالح. كذلك هذا من محور مهم جدا، بمعنى أن حتى السلطة التحكيمية لولي الأمر ليست ثابتة، ليست مطلقة. إذن فالحكم يدور مع العلة حيث دار. إذن ثم هنا كذلك استحضر سيادته مسألة نظرية المقاصد، لن أطيل في هذا الأمر. ثم إذن فأعتقد بأن حتى أساعد نفسي وأساعدكم يعني في بناء هندسة هذه المحاضرة القيمة التأسيسية القيمة، هو أن مبدأ الشرعية يعد ضابطا للحكم والتحكيم. مبدأ الشرعية اللي هو لا أحل ما أحل الله ولا أحرم ما أحل الله يعد ضابطا للحكم والتحكيم من خلال اختيار الأمة لسلطتها المرجعية، وهذا الاختيار تيكون تاريخي. وهذه السلطة المرجعية اللي عندها قوة الحسم تحقيقا للوحدة ودرءا للنزاع والفرقة، الاجتهاد والتجديد ومسالك الإصلاح. إذن فمبدأ التحكيم عنده علاقة بالاجتهاد، لا يمكن أن تحكم إذا لم تفعل العقل والتوفيق، وإذا لم تجتهد، وإذا لم ترجح بين المصالح والمفاسد. إذن الاجتهاد ومسالك الإصلاح. وفي هذا الإطار أشار السيد الوزير إلى تقييد المباح، تقييد العبودية اللي هي مباحة ولكن تقيد، تقييد تعدد الزوجات رغم أنه حق ولكن يقيد لأنه ينتج نقيض المصالح التي أرادها المشرع، وغيرها من المباحات تقيد، وولي الأمر له حق ومشروعية هذا التقييد. اعتماد نظرية المقاصد قلنا للاجتهاد خاصة في غياب النص، حكم الحاكم يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية، تصرف الإمام في الأمة منوط بمصلحة، وهو ما يتعزز بتضافر المشروعيات التي حازتها هذه المؤسسة ديال إمارة المؤمنين. لأن إحنا كنتكلموا على التحكيم في علاقته بمبدأ الشرعية، في علاقته بإمارة المؤمنين، في علاقته بالبيعة. والبيعة حسب رأيي المتواضع هدف المبايعة فعل دستوري، لأنه كيف التولية للحاكم، إذن فهو فعل دستوري. طبعا عنده طابع إليمونتير أولي ولكن فعل دستوري. تطور مع صحيفة المدينة لأنه ولدت فيه بنود وفيه أركان وفيه حقوق والتزامات مع صحيفة المدينة ولا فعلا دستور. إذن هذه الوثيقة الدستورية ديال 2011 حسب تكييف المتواضع أنا بالنسبة لي ما هي إلا امتداد عصري لواحد التعاقد أصلي. إما نعتبره التعاقد ديال البيعة الأولى عقب الأولى والثانية وصحيفة المدينة هي وثيقة دستورية، أو البيعة ديال المولاي إدريس الأول بالنسبة لنا احنا في السياق المغربي الخاص. إذن فأنا بالنسبة لي الوثيقة الدستورية ما هي إلا امتداد عصري لواحد التعاقد أصلي. إذن هذا كيخلي هذيك الوثيقة عندها رسوخ أكبر وعميقة في وجدان المغاربة، وما غنتخيلش بأنني فاش غندير ديك القاطعة راني غادي نعطيها قوة وعقلانية أكثر، لا أبدا. لأن الأصل في عند أهل السنة والجماعة في تولية ولي الأمر حرية، عند بالأخص عند الإمام مالك الحرية مطلقة في الاختيار للإمام، ما كاينش الجبر في الاختيار نهائيا في كل العقود خاصة عقد الإمامة، ما كاينش الإكراه في إذا كان شبهة الإكراه البيعة تعتبر باطلة.
وهذا ما تأكد في البيعة ديال مولاي عبد الحفيظ. إذن ف ما الذي أكد فعالية هذه الوظيفة التحكيمية في صلتها بالاجتهاد والتجديد تحقيقا للوحدة ودرعا للانشقاق والخلاف هو ما توافر لهذه المؤسسة لهذه الإمارة اللي هي مؤسسة دستورية من مشروعيات التاريخية، مشروعية الدينية، مشروعية الأداء، مشروعية الدستورية الحديثة اللي انتقلت بالنظام الدستوري ديالنا من نظام سلطاني النظام الدستوري الحديث مبني على سيادة القانون، سمو سيادة الأمة، سمو القانون، تداول سلطة السلطة، استقلال القضاء. إذن المبادئ الدستورية الكبرى وبهذا الشكل فإذن بهذا الشكل أصبحت منطق يعني تداول سلمي على السلطة على مستوى التدبير الشأن العام يتم من خلال الفعل الحكومي من خلال تداول بين مختلف ورقاء وولاية الأمر تتم انطلاقا من التولية وهذه التولية لها أصل شرعي. إذن فهذه أكبر ضمانة لتحقيق الاستقرار بالنسبة لأي مجتمع من المجتمعات. شحال باقي الوقت عفوا شكرا جزيلا شكرا أستاذ شكرا جزيلا شكرا على هذا العرض القيم استنادا العرض الأطروحة اللي تقدم به الأستاذ وهبي. حقيقة يمكن نلخصوا العرض ديالك في كلمتين أن أهمية السلطة المرجعية ثم كيفية بناء واحد البيئة تمكينية تساعد على الشروع في الإصلاحات الجديدة. إذا غادي نعطي الكلمة للأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي. تفضل أستاذ. السلام عليكم. أولا شكرا جزيلا لمؤسسة الفقيه التطواني، سعيد جدا أنني كل يوم في هذه المؤسسة لمناقشة مثل هذا الموضوع وبالخصوص لمناقشة السيد وزير العدل في موضوع شائك ومهم جدا. أولا السيد الوزير ما عرفتش اليوم تخليتي على صفة الوزارة وتخليتي على صفة السياسة ولبستي لبوسا كاملا يعني من البدايه الى الاخير لبستي ثوب واحد الفقيه يتحدث ويتكلم بمصطلحات فقهيه بقواعد اصوليه يعني قحه. فالمحاضره كانت صراحه من ناحيه التاصيليه من ناحيه العلميه بكل موضوعيه كانت محاضره قيمه جدا على المستوى الاصولي وعلى مستوى التقعيد وعلى مستوى التأسيس، كلمة متكاملة جدا من أولها إلى آخرها. ولكن غادي تسمح لي السيد الوزير بما أنك دابا جيتي لعنا دخلتي للتخصص ديالنا تسمح لنا أننا نناوشوك شوية وأننا نناقشوك شوية في هذا المجال اللي هو المجال التأصيل الفقهي اللي تكلمتي فيه. السيد الوزير تقريبا الكلمة ديالك كلها والأسس الستة اللي اعتمدت عليها توضح بشكل جلي شنو هو التوجه، لأننا سنعرف أنه في المدارس الأصولية كاين عدد من التوجهات وعدد من الاتجاهات في التعامل مع الدين، في التعامل خصوصا مع الفقه. حنا تنتحدثوا على الفقه وتنتحدثوا مع الأحكام، كاين عدد من التوجهات، ولكن التوجه ديالك كان واضح جدا وهو أنك تتبنى وتؤصل وتؤسس للرؤية المقاصدية، وهي كانت هذه مدرسة من المدارس، وهذا الشيء كان واضح جدا، واضح من خلال الأسماء التي وظفتها، الشاطبي، القرافي، ابن قيم الجوزية في شقه المقاصدي، تكلمتي على الفاسي، طاهر بن عاشور، بيرم الخامس، هذه الأسماء تذكرهم غير الناس ديال المقاصد. اي واحد يتكلم اي يرجع لاي محاضره في علم المقاصد تلقى نفس الاسماء تتكرر. ايضا القواعد اللي وضفتيها، الحديث على تحقيق المناط، هذه مساله اصوليه دقيقه جدا جدا، انك تتكلم على تحقيق المناط والفرق ما بين الحكم وبين تحقيق مناطه والموانع التي يمكن ان تمنع دون تحقيق الحكم وتحقيق المناط على الواقع، هذه مساله دقيقه جدا ويوظفها المقاصديون بشكل كبير جدا.
ولكن لأكثر من هذا الشيء هو أنك مشيتي إلى وأنت تتحدث على الأساس الثاني يمكن اللي هو مقاصد الشريعة وذكرتي واحد القضية اللي هي ستكون مطار جدل كبير جدا وهي مطار جدل حتى داخل المطبخ الفقهي اللي هي أنك اعتبرت قلت ولا يكون ذلك إلا باعتبار المقاصد دليلا يعلو على الأدلة الفرعية والجزئية. هذه مسألة مش سهلة باش تقال، يعني اعتبرت أن المقاصد هو دليل أصلي. هذه المسألة اللي حتى الشاطبي اللي يعتبر رائد المقاصد وما قالهاش، ما وصلش لها، واخا راه استدليتي به في هذا السياق ولكن ما وصلش إلى اعتبار المقاصد هي دليل. ولذلك الأصوليون كافة لما تذكروا الأدلة الكتاب السنة الإجماع القياس ما تذكروش المقاصد. أنت مشيتي أكثر من ذلك ودعيتي بشكل صريح إلى أن الاجتهاد لا يكون فقط فيما هو فرعي وأن الاجتهاد خصو يكون حتى في الأصول وحتى في أدلة التشريع، يعني متجاوزا مدرسة الشافعي والأصول التي وضعها وجميع الكتب التي والاختيارات التي جاءت بعده. وبذلك هذه قضية أنا أعتبرها مهمة، وأنا زعما ماشي دابا واخا تنسألك ولكن أنا شخصيا أؤمن بهذا الاختيار وأرى أن هذا الاختيار فعلا هو المدخل الذي يمكن من خلاله حل كثير من الإشكاليات، وما عندي زعما أصرح بذلك مرارا وتكرارا. ولكن هذا لا يعني أن هناك كاين واحد الإشكاليات، كاين إشكالية أولا مرتبطة بكيفية التعامل مع النص، لأنه أحيانا قد يظهر لنا أن هناك تعارض ما بين النص الديني سواء كان قرآنا أو حديثا ومع ما يمكن أن نراه مقصدا من مقاصد الشريعة. وكاين أمثلة كثيرة في الواقع في النقاشات والجدالات التي تدور. لما تنجي مثلا إلى مقصد العدل، أنا تنقول بأن العدل في قضية الإرث هي كذا وكذا وكذا، واحد تيقول لك لا بلا ما تصدع راسك، العدل هو الذي ورد في القرآن تاينا بكل بهادك اللي أنت تراه عدم مساواة ولا داكشي اللي تتشوف أنت في التعصيب ولا غيره. بالنسبة لي أنا ما جاء به القرآن وما جاء به السنة هو العدل، وبالتالي كيفاش ممكن أنكم تتعاملوا مع عدد من النصوص وحتى ما جاء في الخطاب الملكي لقال لا سيما في النصوص القطعية. شنو هي هذه النصوص القطعية؟ شنو مقصود بالنصوص القطعية؟ كيفاش غادي تتعاملوا في إطار الطرح اللي طرحتوه واللي طرحتوه واللي كان توجهكم فيه واضح وواضح جدا، استعمال قواعد أصولية وقواعد مقاصدية، تقييد المباح، التصرفات الولائية. التصرفات الولائية مصطلح يعرفه الأصوليون، هاد المصطلحات في إطار توظيفها كيفاش غادي تديروا مع النص؟ كيف سيتعامل مع النص خصوصا ما يقال عنه أنه نص قطعي ولا تقال بأنه قطعي؟ واش المقصود قطعية الثبوت لهذه ما تنتناقشوش فيها، أم المقصود أنه قطعي حتى في دلالته؟ وبالتالي إذا كان قطعي في دلالته كيفاش تعارضه؟ وإذا بان لك أن العدل يخالف ما نص عليه، لأن قلت بأنه يتجاوز الأدلة الفرعية والجزئية، الأدلة الفرعية والجزئية هي النصوص، كيف سيتعامل مع هذا الموضوع؟ ثم هناك قضية أخرى اللي هي في إطار هذا الطرح وهذا التوجه اللي هو واضح أنه توجه مقاصدي، كيف ستتعامل مع عدد من الفاعلين في المغرب؟ مختلف فاعلين حتى هما عندهم وجهات نظر معينة في هذا الموضوع. ما تنتحدثش على بعض الناس اللي لا مهنة لهم إلا السب والشتم ليلا ونهارا، ولا اللي تكتبوا هاشتاغات، ولا بعض الروابط المجهولة اللي تتوقع بدون حتى الأسماء ديال الناس اللي مخرجين هذيك البيانات ولا البلاغات ديال الواتساب. ما تتكلمش على هادو ولكن تتكلم على مؤسسات. كيف سيتم التفاعل مثلا مع مؤسسة إمارة المؤمنين بحكم أنها هي الراعي للدين في هذا الوطن وهي التي تحمي الملة والدين، مع أنني شخصيا تشوف أن إمارة المؤمنين ما معهاش مشكل كبير لأنها حاسمة الموضوع منذ القديم. نهار إمارة المؤمنين استبدلت عددا من القوانين الفقهية ماشي الدينية، عددا من القوانين الفقهية استبدلتها بالأحكام الوضعية ودارت قانون جنائي وضعي ودارت قانون مدني ودارت قانون تجاري ودارت هذه القوانين، صافي راه حسمت وباتفاق المؤسسات الدينية.
حاسمه في ان يعني باش ما يبقاش شي واحد يقول لك لا راه دائما الخطابات الملكيه فيها لا احل حراما ولا احرم حلالا، ولكن راه في نفس الوقت اماره المؤمنين ورئاسه الدوله هي التي رعت وهي التي احتضنت استبدال القوانين الفقهية القديمة بقوانين وضعية ملائمة للواقع الذي نعيشه اليوم. ولا ترى كما ذكرت في المداخلة ديالكم، لا ترى أي تعارض بين هذه القوانين الوضعية وهذه الثنائية اللي جاتنا من شي جوية أخرى اللي فيها لا كاين شي حاجة سميتها قوانين شرعية وكاين شي حاجة سميتها قوانين وضعية، كاين شي حاجة سميتها تطور القوانين، تحول القوانين وتغيرها حسب تحديات العصر وحسب ما يقتضيه العصر وحسب حاجيات العصر. ما عندناش شي حاجة سميتها قوانين وضعية دنيوية أرضية وقوانين سماوية علوية، وأنتم تريدون أن تستبدلوا القوانين السماوية الآتية من السماء بقوانين أرضية أنتجتها زبالة عقول البشر. هذا كلام مستهلك، كلام قديم وكلام متجاوز. الآن الدول الإسلامية بمجملها كلها، حتى هذوك الدول اللي صدروا لنا هذه الأفكار هذو، حتى هما اليوم ولاو يؤمنون بأن القوانين الحديثة ما هي إلا استمرار وتطوير للقوانين اللي كانت من قبل. إذا ما تنشوفش أنه كاين مشكل، ولكن كاين مشكل مع مدارس أخرى اللي تتقول لك اللي ممكن ناس في مؤسسات دينية رسمية، ناس حركات إسلام سياسي ولا غيرها، لتتشوف أن التعامل مع النص يجب أن يكون حسب مفاهيمه اللغوية. هادشي ديال أنه تقراها قراءة مقاصدية وقراءة عقلية، كاش تميع للدين وانتم باغيين تهدموا الدين وانتم معاول لهدم الشريعة وانتم تدلون الناس على كيفية هدم الشريعة. هادشي اللي تيتقال، هادشي غيقول لك، ويقول لك انتم باغيين تقضيوا على الحصن الاخير والقلعه الاخيره من قلاع الاسلام اللي هي مدونه الاسره واللي هي ديك الفصول ديال الحريات الفرديه اللي كاينه في القانون الجنائي. اذا كيف سيتم التفاعل وكيفاش غادي تتعاملوا مع الناس اللي تيقول لك لا نص 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 في الارث واضح، ما عندك ما دير فيه، غتجي حتى للتعصيب. انت غادي تقول لنا بانه حسب ما تقتضيه قواعد العقل وحسب ما تقتضيه قواعد المنطق وحتى المقاصد الشريعة أن الأعمام وأبناء الأعمام بما أنهم لا 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 مساهمة لهم في تلك الثروة فليس لهم الحق في أن يرثوا منها. ما يمكنش واحد ما عمرو ساهم في تلك الثروة، ما عمرو كان فيها حتى نهار مات السيد اللي عنده بنيته ولا عنده جوج بنيتات، عادي تم جاي ما عرف كان في أستراليا ولا ما عرف فين كان، ما عرفش كاع خوه يلا حي ولا ميت، عاد تسمع بانه ميت تيتم جاي تيقول لي قسموا معايا المعالق وقسموا معايا السدادر وقسموا معايا الجواكط ديال المرحوم وقسموا معايا داكشي كله، لان هذا هو النظام الشرعي. كيفاش تتعاملوا باش نكون واضح ودقيق ومباشر في الموضوع، كيفاش تتعاملوا حتى في تصوركم لاصلاح مدونه الاسره ولاصلاح القانون الجنائي، كيفاش تتعاملوا مع قضايا بحال هذه؟ لما غايقول لك واحد لا كاين نص الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، اذا انت الا بغيتي تلغي التعصيب وبان لك ماشي عدل، ورا الحديث قال الحقوا الفرائض باهلها، وبالنسبه لي انا النقل مقدم على العقل وما جاء في النص هو الموافق للعقل. واخا انت جيب لي الخبراء ديال الدنيا كاملين يقولوا بان هذا الشيء راه مخالف للعدل، وجيب الناس كاملين يقول لك راه ليس من العدل انه ناس ليس لهم اي نصيب في المساهمه في تلك الثروه وانهم يجيو من بعد يورثوا فيها وياخذوا فيها. أتجي حتى القضايا متعلقة مثلا بالحضانة غادي يقول لك لا، جيتي الحضانة يقول لك علاش أنت باغي مثلا، واش في تصورك أنك تحيد ذاك القانون اللي تيقول بأنه المرأة إذا تزوجت الحاضنة إذا تزوجت تسقط حضانتها؟ أتقول أنت بحال خصهم يكونوا بحال يقول لك لا، لأن النص ديال الحديث فيه أنت أحق به ما لم تنكحي، إلا ما تزوجتيش راه أنت أحق بالحضانة. هاد النصوص هادو اللي واردة في كل هذه القضايا، لأنه قبل الأستاذ طويل تيتكلم على منطقة العفو، صحيح هذه كلها منطقة واسعة ومنطقة كبيرة ومنطقة الاجتهاد اللي ما غادي يختلف معك فيها حتى واحد، حتى المعارضين يقول لك إذا القضية ليس فيها نص هذه تعتبر مصلحة مرسلة لم يأتي الشرع لا بإلغائها ولا باعتبارها، هذه خذ فيها راحتك دير فيها اللي بغيتي، ولكن عندنا قضايا فيها نصوص حبس تما ستوب، غادي تبدا تتكلم على الارث يقول لك حبس،
هنا عندنا نصوص متعلقة بالإرث، كيفاش غادي تتعامل معها في ظل هذه الرؤية المقاصدية؟ لما تتقول مثلا لما تجي للنسب غايجيب لك تقول له انت الالحاق بالنسب ولادين والحمض النبوي وداك الشيء، يقول لك لا هادشي ما عندناش في الشرع، في الشرع عندنا الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذا حديث صحيح وشوف كيفاش تتعامل فيه وشوف كيفاش تجاوزه. اذا السيد الوزير انا بغيت نعرف بشكل مباشر شنو تصوركم من خلال الرؤية التي طرحتم اليوم للقضايا المتعلقة بمدونة الأسرة، وشو غديروا في ما يتعلق بالإرث وخصوصا ما يتعلق بالتعصيب، شو غديروا فيه، شنو تصوركم لإصلاح هذا الموضوع ليشكل إزعاجا لكثير من الناس، وغادي يحسوا بيا الناس اللي عندهم بنيته وحدة ولا عندهم جوج ديال البنيتات اللي ما غاديش يبغيو أن خوتهم يجيو يورثوا معاهم، أشنو تصوركم لإصلاح عدد من القضايا لتيشوف فيها الطرف الآخر أنه هناك مس بالنص وأن هناك تطاول على النص وأن هناك ما نعرف شنو، وخصوصا بعض القضايا باش يكونوا واضحين، بعض القضايا ماشي غير النصوص الحديثية، النصوص الحديثية تقدر تدخلها من ناحية الظنية من ناحية صحة الحديث، ولكن يقول لك فيما يتعلق بالنصوص القرآنية. وعندي واحد السؤال نيت بغيتك تجاوبني عليه السيد الوزير، هو في إطار تصوركم للإصلاحات في مدونة الأسرة واش عندكم شي تصور فيما يتعلق بالوصية؟ لأنه لا، هل من المعقول أن القرآن ينص على الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، وتيقول الوصية للوالدين والأقربين، وأن يتم تقييد نص قرآني حسب حتى المفهوم ديال المخالفين هو نص قطعي ونص صريح، أن يتم ماشي تقييده ولا تخصيصه، راه تقريبا إلغاؤه، راه إلغاؤه بحديث حتى عند المحدثين ليس بحديث صحيح اللي هو لا وصية لوارث، علما أن مدخل الوصية كان ممكن يحل لنا بزاف ديال المشاكل ويحل لنا عدد من الإشكاليات المرتبطة بالإرث، والنص القرآني تيقول بأن الوصية هي للوالدين والأقربين، ولكن أنا يقول لك لا سيدي، وكما هو في المدونة الأسرة الحالية أن هذا النص قد خصص، هو ماشي خصص، هو تقريبا شبه الغية، لان اش بقى الا حيدتي لي انا الاقربين خصني نوصي غير شي واحد بعيد، والاقربين انا اللي بغيتهم واحد تيشوف مثلا بان نصيب الثمن غير كافي بالنسبه للمراه من حقه، تيقول لك انا مراتي دوزت معايا 30 عام واجتهدت معايا وتابرت معايا وعاشت معايا الحلوه والمره، وفي الاخر لما نموت تورث الثمن، اعطيها سيدي الثمن المقرر لها في الانصبه وخليني سيدي عطيني انا الفسحه فين نوصل مراتي، غير هذيك الدار ما تخرجش منها بعدا، غير هذيك الدار اللي غادي يجيو خوتي يوقفوا عليها ويقولوا لها خرجي من الدار، اعطيني الوسيله باش على الاقل نعطيها غير هذيك الدار انها تبقى فيها ما تخرجش فيها هي هي والبنيتات. ولكن تنشوفوا انه القانون الحالي اللي هو طبعا مرتبط بواحد المنظومه فقهيه تقليديه اعتمد على انه لا وصيه لوارث وجعل الوصيه فقط للورثه. إذا في إطار الرؤية المقاصدية اللي طرحتمها السيد الوزير، ما كرهتش أنكم تجاوبوني على رؤيتكم وتصوركم للإصلاح في هذه القضايا، وأيضا ما كرهتش حتى القضايا المتعلقة بالحريات الفردية وصيانة الحياة الخاصة والفصل 490 والفصل 222 في إطار ما طرحتموه من نظريات وأسس مقاصدية، وشكرا. الحقيقة الأسئلة اللي طرحتو أستاذ هما اللي كيقلبوا الأجوبة ديال الصحفيين الحاضرين، الأسئلة اللي طرحتو هما اللي كيقلبوا على الأجوبة الصحفيين الحاضرين، هما اللي كيهمهم، لكن أنا لست هنا لأقول ماذا أفعل في المجال التشريعي. شوف هناك نقاشات، في هذه القضايا، ولكن كذلك هناك هيئات تحكيمية ستبت في هذه الخلافات، وهذه الهيئات التحكيمية مؤسسات دستورية ومؤسسة لهذا الاختصاص، عندك سنطلب رأيها، نحن سندافع عن وجهة نظرنا، هناك وجهة نظر مخالفة ستدافع عنها، وفي آخر المطاف أنا لن أدخل المجتمع إلى خلافات وصراعات قد تخالف المصلحة، سننتظر من الهيئات التحكيمية تعطي رأيها وسنرى، وأنا عندي ثقة
بأن التوجه العام لكي الآن هو الاجتهاد. ما أريد أن أقوله في هذا العرض هو أنه لا يوجد أي مانع للاجتهاد في المجال الديني، والمجال الديني ليس حكرا على أي كان، كل يعطي رأيه. وأعطيكم واحد المثال، مرة دعوت مجموعة من الشخصيات إلى بيتي للعشاء، فيهم فقهاء وفيهم متحررين وفيهم، وطرحت السؤال: هل يجوز أن نلغي التعصيب وأن نلغي تعدد الزوجات؟ وطرحت السؤال ثانيا، سنناقش من الناحية الدينية ثم سننطلق أو سننتقل إلى الناحية الواقعية. اختلفنا في المجال الديني اختلافا حتى تقريبا أذان الفجر، اختلفنا نهائيا في المجال الديني. وفي المجال الواقعي اتفقنا جميعا، كل حتى الفقهاء يقول لك ديرها ماشي معقول تعدد الزوجات إذا كان الزوج غير قادر على تحمل مسؤوليته، ثاني الوضع الاقتصادي تغير وكذا. كانت المجتمعات المدينة إلى آخره هذه مجتمعات صغيرة وتتعاون فيما بينها، بحال اللي كان عندنا حنا من حيت كنا صغار، الديور ديالنا هما الديور ديال الجيران، إلا جينا للدار ما عجبتناش الماكلة اللي داروا ديك الليلة كنمشيو عند الجيران كناكلوا داكشي اللي عندهم. كنا كنعيشوا مجموعين، نهار حصلنا على البكالوريا تيبكيو النساء ديال الجيران بفرحة أكثر من العائلة ديالنا، لأنه كنا وإلا درنا شي خطأ إلا ما كانتش الوالدة باش تأدبنا كان السيدة ديال الجيران كتأدبنا، كانت هذه أمور. الآن المجتمع تطور، المرأة أصبحت تتحمل مسؤولية كبيرة اقتصادية في وأنا عاودت لك واحد القصة ونعاودها. شي مرة جات تشتكي لي في الوزارة، قالت لي أنا ورث دار، عندها 4 البنات ورث دار، قالت لي هل المنضد رجلي لمدة 40 سنة حنا متزوجين، وهل المنضد ديالي، خدينا دار المنضد رجلي كلها كنخلصوا بها الكريدي ديال ديك الدار لمدة شي 20 سنة، والمنضد ديالي هي كناكلو، ها شحال الكريدي كنا كنخلصوا في الشهر يساوي المنضد ديال رجلها. توفى رجلها، جا واحد ما عرفت منين جا، خرج البنات وخرج هذا ودار البيع في المزاد العلني، عطاهم داك الشيء اللي كيستاهلو، خرج في حالته وخد دوك الفلوس ومشى، كل غير دار بهم شي خير، من بعد مشى شربهم وزاد مع الطريق. هناك إشكالات كبرى تطرح نفسها، غير خصنا تكون عندنا الجرأة والشجاعة باش نتعاملوا معها. ما استهدفه انا ماشي مش بعد الاتجاه ولا ذاك الاتجاه، ولكن فقط باش نفتحوا الحوار، نفتحوا النقاش ونعطوا راينا بكل حريه. لا احد يملك الحقيقه، حقيقه مطلقه، فقط غير باش نتبادلوا الاراء. توقف النقاش في المغرب، ما عطاش وقع. المغرب كان دائما سباق الى النقاشات السياسيه والنقاشات. نبيل بن عبد الله دوز 40 سنه في النقاش السياسي، ما عرفت علاش وقف النقاش، انا ما فهمتش علاش. كاين شي مشكل ماشي هو هذاك، العكس. انا جلست مع فقهاء وجلست حتى الناس يكتبوا عليا انني كافر وانني جاهل، وانا جلست معهم ذكرت معهم ربما جاهل بجهلهم بي، ما عرفونيش انا من سوس، والسوس في مدارس عتيقه والناس ديال سوس وحفظات القران ما عارفينش هذه القضيه. يمكن كيشوفوني غير ذاك لوزيلي لابس الكومبلي واللي كاس في الرباط، نساو بان منين جيت. اقبح كتاب عذبني في القراءه هو كتاب ابن خلدون، متعب في الحقيقة، كرهته حتى قال واحد الجملة وهي تعجبني، قال إذا دخل الفقيه السياسة أفسدته وأفسدها. لذلك أنا كنتمنى أن الفقهاء نبقاو نناقشوا الأمور الدينية يبعدوا على السياسة، خليونا شوية نتذكروا نتكلموا نتبادلوا الآراء ديالنا. راه ليس راوي الكفر ليس بكافر، راه الحوار والنقاش راه يجدد الدين ويقويه، راه التزمت والقمع واعتبار الآخر كافر وجاهل وأن أنا فقط الذي أملك الحقيقة هو مفسدة كبرى، إلا ما قلت مفسدة مطلقة، لأنه كيقول الحكم المطلق هو المفسدة المطلقة. إيك ما غلط. فكذلك هذاك الحكم المطلق في مجال التفكير مفسدة المطلقة. لذلك غير طاح السي رفيقي، غنطلبوا رأيك وغنطلبوا رأي كلشي الناس، وغادي نطلبوا الرأي ديال المتحررين وغنطلبوا الرأي ديال الفقهاء. وبعد ذلك لأن أنا قلتها في الخطاب، قلت حتى نتلافى الخلاف ونتلافى الاستقرار السياسي ونتلافى المساس بالاستقرار السياسي، هناك مؤسسات تحكيمية تحكم، هناك جلالة الملك أمير المؤمنين وبجانبه أو تحت سلطته مؤسسات للتفكير والدين، غتطلب رأيها وتعطينا رأيها آنذاك. وإذا
جماعة الأمة على أنني أعمى سأحمل العصا وأتوكل، شنو ندير؟ هذا هو المفروض أننا نخرج عن الجماعة، سأناقش، سأعطي رأيي، وكيتبقى الجماعة جماعة. لذلك ارتاح. أما فيما يخص الأحكام القطعية حتى يخص نقاش، عندي عرض في طنجة في شهر مي حول موضوع الأحكام القطعية، يجب أن نناقش هذا الموضوع، فهي حدود القطعية في الأحكام، وهل يمكن التعامل مع أحكام القطعية أو يمكن مناقشتها أو تجاوزها أو أننا نقف حدها ونبقاو نبكيو؟ يجب أن نختار واحد الطريق. حينما يكون ضغطا اجتماعيا قويا قد يحدث الاستقرار أو الفتنة في المجتمع، يجب أن نكون شجعان في التعامل مع الدين، لأنه في الدين راه ماشي الكفر اللي خطير أو الإلحاد، هذه ردود أفعال شخصية، ولكن الفتنة، راه الفتنة هي أخطر ما يكون. حينما نصبح أمام مصلحة تقتضيها الوضع الاقتصادي وكذا كذا، راه من المصلحة باش نلقاو لها حل ديني، ولا نخليو الفتنة وينتهي الدين وينتهي المجتمع وينتهي المسلمين، راه ما يمكنش. لذلك المرأة فرض نفسها في المجتمع، المرأة خصنا نعطيوها حقوقها، خصنا نعيدوا النظر في التعصيب، خصنا نعيدوا النظر في مجموعة الأشياء. إذا بغيتوا تحافظوا على الاستقرار، إذا بغيتوا غير نجاملوا وتنافقوا ونقولوا المرأة عندي هي بحال ترية في الدار، وعلقها، أجي كتقولها لينا، أجي كتقولها لينا، لأنه راه الأمور كتقتضي الآن باش ما يمكنش تكون عندك مديرة في الوزارة وما يمكنش تكون عندك مسؤولة في الوزارة كاش كتقرر في مصير ناس، مصير ناس تجلس معك كدير معك القانون، وغدا يجي شي واحد ما عرفت منين ويدي لها حقها في الإرث ولا يتزوج عليها ولا شي من هذا القبيل بدعوى أنه من حقه. أنا بغيت غير حاجة واحدة نديرها في القانون، لن أعطي الحق للزوج أن يتزوج من مرأة ثانية إلا إذا أدى التزاماته تجاه المرأة الأولى، غير هذه. وهو مخلص لنا فقا ما أزل مسؤولية لا والو، كيجي كيقول لك بغيت نتزوج مرأة أخرى، وهذيك المرأة الأولى. وداك الشيء علاش درنا ديك البلاتفورم باش نعرفوا واش نفذ مصاريف الطلاق ولا ما نفذهاش، غير نعرفوا، راه ما عرفناش. راه كتلقى ما مخلص حتى شي حاجة ولكن عنده الفلوس ديال الصداق ديال المرأة الثانية، كاينة شي حاجة ماشي هي هذيك. سنعيدوا النظر، تكلمنا على نضجع على البنت ديال تيفلت، مزيان، انا عجبتني هذيك الحمله اللي قامت، مزيان. يوم بعد ها حنايا فرحنا وما عطاو هذوك 20 عام، هذوك عطاو 10 سنين، تا الموضوع تكلفنا بهذوك الناس الله يجزيهم بخير، الهيئه القضائيه. يا هذيك البنيه ما مصيرها؟ فين درناها؟ اش تكلفنا بها؟ اش عطيناها؟ جاوا الجمعيه تصوروا معها الله يجزيهم بخير، صيفطوا لها تصور الله يكرمكم، دوزوهم في الانترنت مزيان. يوم بعد ها هي دابا خرجت، هي تيما كدور مع واحد الطفل، شكون غادي يوكل ذاك الطفل؟ شكون غادي يحميها هي من البشر؟ شكون غادي يخلق لها حياتها في المستقبل؟ هذا ما تيجاوب عليه حتى شي سؤال، غير تصور معاك وشي سلتو خلاها. لا، سنكون مجتمع مسؤول، سنكون مجتمع مسؤول، سمح لي. كاينه اشياء كثيره داخل المجتمع ما يقبلها لا الله ولا الدين، وباسم الدين راه كاينه، ما تمسها، ما تخرب لها، ما تجي ليهاش، ما يمكنش. اسمح لي رأيي، ما يمكنش نمشيو للقدام الا ما تجرأنا ودرنا خطوات الى الامام وتوجهنا. لذلك انا لا ادعوكم للخروج من الدين، اخراج الدين من هيمنة البعض هو اللي كيطرح لنا المشكل. هناك من يريد ان يهيمن على الدين وباسمه كيعطيك توجيهات ويعطيك، حتى الدول العربيه قال لهم من لم يصوت على حزب كذا فهو خارج عن الدين ولن يدخل الجنه، معروفه هذه وخرجت في الصحافه معلقينها في الطرقات. على كل، لذلك انا لا اسعى الى مواجهه اي كان، انا بغيت غير نواجه غير التخلف والتزمت، هذا هو اللي يهمني. ان المراه امي والمراه اختي والمراه جدتي والمراه زوجتي والمراه ابنتي، ما يمكنش نخلي انا بنتي في المستقبل عايشه حياتها الزوجيه بهدوء وتجي واحد النهار تدخل لها واحد المراه تقول لها انا مرات راجلك، هذه بنتي ما بغيتهاش، ما بغيتش لها هكا، انا بغيت بنتي تعيش مرتاحه، بنتي حتى هي امراه، اختي حتى هي امراه. شي مشيت لشي كليه وقال لي شي طالب قال لي النساء اخوات الشيطان، قلت اسمح لي انا مرتي ماشي اخت الشيطان، امي ماشي اخت الشيطان، بنتي ماشي اخت الشيطان، لا كانت تمك هذا شغلك، انا ما ندخل فيها، الا كانت عندكم شي علاقه قريبه مع الشيطان سير اخويا عندها. لذلك
غير ما بغيتش تبقى تحت السلطة أي فكر آخر. خلقوا موقفكم الشخصي وعبروا عليه، راه ما كاينش نص كيمنع. وهذا النص وهذه الجملة هذه اللي جات في خطاب جلالة الملك واللي قصد بها الحوار وقصد بها التفتح وقصد بها الاجتهاد، كتستعمل شي اسمها كلمة حق يراد بها باطل، كيستعملوها غير دابا غير كتكلم تقول راه قال الحرام والحلال، ما كيمنعنيش باش نتكلم، العكس كيقول لها سير اجتهد وسير فكر وسير دير وسير دير. لهذا انا علاش كندخل؟ انا بغيت غير نسمع للناس، بغيت غير نجلس مع المغاربه. دابا المغربي غير كتهضر معاه تيقول لك حرام وحلال، تيقلب غير على الحرام، شكون ولا يسولك على الحرام ولا الحلال؟ كنتناقشوا في مواضيع متعدده، خلينا نتناقشوا نتبادلوا الافكار، لانه الا بقينا كنسدوا هكا غنخلقوا واحد الجيل تتعطى له التوجيهات وكيبقى غادي حتى يخرج في الحيط، هذا هو اللي خطير. خصنا جيل اللي يفكر وينتقد باش تكون عنده الاستقلاليه ويكون عنده القرار باش يخلق المستقبل. دابا كاع تمكنوا من هادشي ديال وسائل التواصل الاجتماعي، غير كتحل وكينزل لك داكشي، كتجيني واحد النهار حسبتهم كتجيني 250 جمعه مباركه. شكرا على جمعه مباركه تنعرفها حتى انا، ولكن اخويا علاش انا غادي تعمر لي التليفون ديالي؟ كنعرفها جمعه مباركه وتمشي تصلي الجمعه وانتهى الموضوع. واحد الهيمنه، واحد السلطه، واحد انا بغيت الانسان ما عندي مشكل يؤمن بالله ويصلي ويدير كل شيء، وياك نفتح معاه حوار ونتناقشوا ونجلسوا نقولوا شنو هي المصلحه. لان الا خلقنا الفتنه في مجتمع اسلامي راه ماشي غير المجتمع اللي مشى، راه حتى الدين مشى معاه. راه قوه المجتمع الاسلامي هو في هذا الحوار وفي هذا النقاش. انا تفاجات انا بهذوك الفقهاء السابقين، شحال من خطا كان الكتاب هكا قديم كنقرا، وانا ورثت مكتبه اسلاميه من احد الفقهاء من سوس الله يجازيه بخير، نهار ما تصيفطها لي كوصيه وقعت عندي هذوك الكتب ديالو كنقراهم كنتفاجئ يا اخي، كنقول كيفاش هذوك الناس القدام متقدمين علينا؟ كاين شي حاجه غير ما حنا توقفنا على التفكير، ولا هما ما كانوا عندهم هذو اللي تيقولوا لهم دابا لا راه كاين الحلال والحرام، كاين جوج الامور. لذلك ما عرفت علاش حنا كنترددوا في الحوار، خليهم يصدروا الاحكام ديالهم. نحيد درت العرض ولا شي واحد من هذوك يناقش معايا الموضوع ديال العرض، كلهم غير وصفوني بالجاهل. وصفوا نهار قلت الحريه الفرديه مشاو غير لهذاك الموضوع اللي تيهمهم في دماغهم، ولا انا كاع ما فكرت فيه كاع، وهي العلاقه بين الجنسين. انا كاع ما فكرت فيه كاع، لان الحريه الفرديه ما فيهاش غير العلاقه، فيها التفكير، فيها العمل، فيها بناء المجتمع، فيها مشاو غير لهذيك. قلت لهم هذا عندهم مشكل مع داك الشيء ظهر ليا. لذلك انا هذا الشيء علاش كنناقش، وهذا الشيء اللي تيهمني، وما بغيتش نجي ندير خطاب سياسي، بغيت نجي ندير خطاب شيء ماشي فقهيا، لست فقيها. انا غير كنجتهد في حدود الخطا. بغيت غير باش يكون هناك نقاش، نخرجوا من النقاش السياسي من اتهامات واتهامات المضاده الى مناقشه بعض القضايا الفقهيه. ربما 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 يرجع لنا الذكاء ديالنا اللي هو اساس بناء الفكر الاسلامي. المعتزله واحد اللي كفرهم وداروا نقاش كبير قدوك سخط الله، وتناقشوا مع الفرق اخرين، وجا الغزالي قال رايه هذاك شغله، ولكن لما واحد ما كفرش المعتزله وما كفرش الغزالي، وجا قال وجا دار الكتاب بن رشد وجا الاخر رد عليه، هو مزيان يلا. حنا بن رشد وقع له فضينا معاه نهائيا، ما بقى عندنا حتى غير سميتو، ما عندنا حتى واحد النهار تكتب لي مزيان، غير كيختاروا بعض العناوين وتيديروا عليا في العنوان، وهذاك اللي قرا كيقرا غير العنوان وكيدير فتوى بقتل عبد اللطيف وهبي. وقرا بعد اش قلت؟ راه كتب ماشي اليوم اللي كتب، راه تنكتب منذ سنوات وانا كنكتب، وكان دائما عندي هذا النقاش. واؤمن بحق الاخر في ابداء رايه، وما عمرني لغيت شي راي شي واحد اخر واختلفت معه سياسيا. اتهمت بانني من اصحاب حزب اسلامي، واتهمت كذا، ماشي لانني من اصحابه ولا ماشي من اصحابه، لانني كنتقابل الحوار مع الجميع بما فيهم هما، وكنتقابل بوجودهم، وكنت نقول بان المجتمع المغربي مجتمع متحرر ومحافظ، ويجب ان يكون هناك تمثيليه سياسيه للمتحرر ولا الغير المتحرر، لان هذا هو المجتمع ديالنا، وهذا هو الاختلاف اللي فيه رحمه للعالمين. ايوا خليوها تكون هذه الرحمه هذه حتى هي غتحيدوها.
لذلك أنا هذه المداخلة اللي درت اليوم واللي درت في المكتبة الوطنية هي دعوة إلى النقاش والحوار. وراء قضايا المرأة وقضايا الإرث راه كل شيء قابل للنقاش. ثم كان في الأخير هناك هيئة تحكيمية تحكم بيناتنا وتحسم هذا الموضوع. حسمته لي سأكون فرحا، حسمته ضدي سأكون فرحا، لأن إلا حكمته لي داك الشيء اللي بغيت راه وقع، إلا حكمته ضدي المهم أن المجتمع سيرتضي حكما يرجح بين اجتهادات، وهذا الترجيح هو دور الإمامة. شكرا. شكرا الأستاذ عبد الطيف وهبي، وحقيقة باسم المؤسسات فقية الطوالي كنشكرك على إثارة هذا النوع من النقاش العمومي اللي هو مفيد ونحن في حاجة إليه. كنشكر الأستاذ أحمد الطويل والأستاذ محمد عبد الوهاب، وكنشكر الحضور الكريم إن شاء الله إلى حلقة قادمة بحول الله.